وسام بدنا نتشكر زميلتنا لينا شيبون على هالتقرير، وبدنا نرحب باخصائيه التغذيه ايفانا يوسف. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحك يا هلا. يسعد صباحك ايفانا. ايفانا يعني اليوم اللي هو بيحتفلوا فيه بيوم الغذاء العالمي، خبرينا اكثر عن هذا اليوم وكيف تم الاحتفال فيه. مثل ما قلتي حضرتك، هو اقرته منظمه الفاو ومنظمه الغذاء العالميه وتقريبا 150 منظمه ثانيه بيحتفلوا بهذا اليوم، ودائما هنا بيسلطوا الضوء على قصص المشاكل المجاعات اللي موجوده بالعالم وسوء التغذيه وشلون بدنا نحلها، وكمان بيشدوا على شيء اسمه الانتاج الزراعي ونحن شلون لازم نعمله ونزيده. وفي عندهم هن مجموعه من الاهداف اللي كثير مهمه او بيمشوا عليها وبيوعوا عليها خلال الاحتفال او خلال الايفنت اللي بيعملوه دائما ب 16 هذا الشهر. من اهمها انه هن بيسلطوا الضوء وبيوعوا وبيشجعوا الراي العام على قصه المجاعات الموجوده بالعالم وكيف بدنا نحلها. كمان من الاهداف الاساسيه تبعتهم انه يقووا الانتاج الزراعي، الطرق والسبل لتقويتها، بينقلوا التكنولوجيا او كيف بدنا ننقل التكنولوجيا لبلدان الناميه او بلدان العالم الثالث، شلون بدهم يقووا التعاون الاقتصادي والزراعي والتقني بينهم وبين دول العالم الثالث. وكثير مهم انه هن بدهم اهم الحلول واسرع الحلول واول الحلول لحتى انه يلاقوا علاج لهالقصص المشكله الكبيره اللي هي المجاعات وسوء التغذيه الموجوده بالعالم. ايفانا اليوم نحن كيف بنقدر نزيد التوعيه باهميه الغذاء خاصه يمكن ببلادنا؟ هلا اهم شيء نحن ممكن نحن نعمل ايفنتات، نعمل احتفاليات بهالشيء، ممكن بالمدارس نوعي الاطفال، نبعث نعمل بروشورات خاصه لهذا الشيء. اكيد هلا بما انه نحن السوشيال ميديا كثير قوي عنا والاعلام، ممكن نعمل على الفيسبوك، نعمل اعلانات على التلفزيون، برامج حتى بالجامعات. بهالشكل ممكن نحن نزيد التوعيه قد ايه مهمه هي التغذيه وقد ايه مهمه هي المشاكل اللي المجاعات وسوء التغذيه وشو ممكن تساوي اذا نحن ما عالجنا او ما لقينا الحلول المناسبه لهذا الشيء. نذكر يمكن اهميه هالموضوع ضمن صباحاتنا. تمام، فعلا لازم نركز على هي الموضوع خصيصا لحتى يتم تلافيها، يعني خصوصا بمناطق اللي بتعاني من حروب او بتعاني من ازمات، اذا فينا نقول هذا الشيء لازم يتم تسليط الضوء عليه. بيتم التعاون عن طريق المنظمات يلي بدول العالم وبسوريا، عم تعرفوا عن هيك شيء؟ طبعا اكيد. هلا نحن عندنا كمان موجوده الفاو، اليونيسيف، اليو ان، هدول كلهم منظمات بتتبع او بتتقسم لعده منظمات مسؤوله منظمه الغذاء العالميه، هي كلها بتعني او كثير بتهمها هالقصص. وحتى بما انه نحن بحاله حرب هون بيعطوا كثير اوفرات حلوه، بيساعدوا الناس، بيعطوهم مساعدات كثيره، فعم بيشتغلوا صح عنا. وفي تلاقي انه في ردود فعل جيده وبنفس الوقت في ردود فعل سيئه من قبل بعض الاشخاص يعني. ايفانا يمكن الصوره الواصله للعديد من الاشخاص انه اخصائيين التغذيه هن بس بيتعلقوا بموضوع الرجيم وتنزيل الوزن وما يشابه المواضيع، اليوم كيف فينا نصحح هالصوره انه كل شخص بحاجه لاستشاره اخصائي تغذيه ان كان يطمن على صحته او يمشي بنظام غذائي يناسبه؟ هلا اول شيء نحن فينا نحط الحق شوي على الدكاتره الاخصائيين، الاخصائيين الامراض بشكل عام والاختصاصات الثانيه، لانه برا عن اي اخصائي التغذيه ومثل مثل الدكتور بيرتبطوا مع بعض. فنحن بنبلش انه ممكن نحن اذا بدنا نوعي نخلي الدكاتره توعي المرضى تبعتها قد ايه مهم يكون في ارتباط بين اخصائي التغذيه والدكتور الاخصائي لي اختصاص ما. بهالحاله نحن بنبلش انه معناتها صار هو مو بس للدايت ومو بس للتسمين او للتنحيف، هو كمان بيعالج الامراض وهو بيخلي اخصائي التغذيه يحميكم من الامراض، شو الاكل اللي لازم تاكلوه لحتى يقوي جسمكم ومناعتكم، شو المصادر الغذائيه اللي نحن بحاجه لها. معناتها نحن بنرجع لنفس النقطه، نحن مو بس لنسمن وننحف، نحن مثلنا مثل الدكاتره اهميتنا، مثل برا الطبيب النفسي قديش مهم بس هو هون عندنا بالبلدان العربيه كثير مظلوم، نفس الشيء اخصائي التغذيه. هلا عن جديد بلشنا شوي يعرفوا شو هي التغذيه وشو هو اخصائي التغذيه وقد ايه اهميته. قديش عم تسعوا يمكن يكون في تعاون وترابط بيناتكم وبين كتير الاخصائيين؟ من اهم الشغلات، من اهم الارتباطات انه نحن نرتبط لنعرف حاله المريض، شو بحاجته، شو الامراض المشكله اللي ممكن تسببها نقص الغذاء، عشان نعرف شو المصادر الغذائيه اللي نحن بنقدر ندعم بهذا المرض او نقيه او نحميه. فنحن بدون هذا الشيء، اذا حتى لو عملنا تحاليل، اذا ما كان
كان في ترابط بينه وبين الاخصائي او الطبيب ما يعني حيكون في شيء ناقص. الى اي درجه عم يساهموا اليوم اخصائيين التغذيه بالدراسات العالميه يلي بتتعلق بموضوع الغذاء او ايضا بتتعلق بموضوع المشاكل التغذيه اللي عم يعاني منها المجتمع بشكل عام؟ كثير عم بيساهموا بشكل كبير، وما رح اقول نحن الاساس بالموضوع، لا في شيء اساس ثاني، لانه نحن بنعرف المصادر الغذائيه بالضبط وشو اهميتها بالجسم وكيف ممكن تفيد الجسم وشو المواد الغذائيه اللي لازم نتناولها. فبنرجع لنفس النقطه انه نحن اخصائي التغذيه وكثير مهم بالنسبه للغذاء، بالنسبه للتغذيه، بالنسبه للامراض، بالنسبه للحمايه والوقايه منها ولتقويه جهاز المناعه. فدراسات القائمه على الاغذيه كثير مهم يكون فيها اخصائي تغذيه. اليوم انتم كاخصائيين تغذيه قديش عم تسعوا لتنشروا ثقافه التغذيه بشكل اوسع وتنشروا اهميتها واهميه تواجدكم واهميه اختصاصكم؟ كثير، لان احنا مثلا نعتمد على الفيسبوك، نعتمد على السوشيال ميديا، على التلفزيون، على الراديو، عم نحاول نوعي الناس، عم نحاول نوصل الفكره اللي نحن مشانها طلعنا او عم ندرسها، شلون بدنا نساعد، يعني ما عم نقصر ابدا، اهم شيء عندنا هالسوشيال ميديا، عم ندعم بهذا الشيء بالمدارس، بالجامعات، عم نطلع ايفنتات، عم نعمل مؤتمرات، عم نعمل تقارير بالمدارس. اكيد يلي هي عم يتم انشاء جيل كثير مهم انه يتم انشاؤه كمرحله توعويه بحياته فيما يتعلق بغذائه، كيف عم تشتغلوا على هذا الموضوع؟ هلا انا يعني بتمنى انه يفوتوا منهاج خاص لاخصائي التغذيه، يكون في ماده خاصه بالمدارس للتغذيه، مو لاخصائي التغذيه، سوري، للتغذيه والمواد الغذائيه وشلون نحن نستفيد منها ومين هو المسؤول عن هذا الشيء. هيك شوي شوي الاطفال بتوعى، بتكبر، بتعرف شو هو هذا الاختصاص. في ناس بتقول لك بتبلش تحبوا لهالاختصاص، بصير في ناس تحب تدرسه اكثر، تستهويه هذا الشيء. فانا بفضل عن جد انه يكون في دراسه خاصه او ماده بلش بالمدارس ونبلش نكمل فيها بالمراحل الدراسيه الثانيه. كيف بنقدر فعلا انه نحن نتلافى المشاكل التغذيه يلي عم نشوف بسبب امراض كثير كبيره عم ينتشر بالاونه الاخيره بسبب الحياه اليوميه الخاطئه اللي بتتعلق بالغذاء، حتى يمكن فينا نقول الحياه اللي مضطرين نعيشها، يعني هي غصب عنه الواحد احيانا عم يعيشها، كيف الواحد بيقدر يتلافى هي المشاكل؟ هلا اهم شيء اول شيء ما ياخذوا اي معلومه تغذويه على النت إذا ما كان من شخص مختص أو هو مسؤول عن هذا الشيء. النظام الغذائي اللي ممكن ياخذوه كثير الناس من الأونلاين أو النت أو هذا كله خاطئ. أهم شيء نحن نعرف إذا ما بدنا نروح على أخصائي التغذية، وأنا ما بتمنى يصير هذا الشيء، دائما هن لازم يستشيروا أخصائي التغذية، إنه نحن ما ننقص أي وجبة من الوجبات، ناكل 5 وجبات أساسية، نعرف شو بدنا ناكل، ممكن نجيب كتب من المكاتب، بدهم يقروا مثلا ما عندهم وقت للكتاب او يقروا كتب، ممكن على النت نلاقي كتب اونلاين. دائما نحن نهتم بالفطور، نعرف شو الفواكه اللي لازم ناكلها، قد ايه الكميات، الخضار، لكل عمر في له غذاء معين، لكل جنس في له غذاء معين، لكل مرض في له غذاء معين. بهالحاله يعني اذا بفضلوا بنرجع لنفس النقطه انه بدك اخصائي تغذيه حتى هو يقدر يساعدك، احسن ما انت تمل او تعمل شيء خاطئ يضر صحتك ونفسك. يعني ذكرتي نقطه كثير مهمه انه ما ناخذ اي معلومه ممكن تكون مشكوك بصحتها عبر الانترنت. ايضا كمان شو بتحبي تقولي لكل الاشخاص اللي بياخذوا مصادر معلوماتهم من اقاربهم، من جيرانهم، من الشخص اللي اتبع نظام غذائي معين، وهي بتصير كثير يمكن بين الصبايا، اليوم شو بتقولي لهم؟ هلا اذا ما كان موجود من اخصائي تغذيه مؤكد او انت رايح لعند اخصائي تغذيه او حتى طبيب ممكن يحولك على اخصائي تغذيه، فهي كلها خاطئه. ممكن نحن نحف لفتره وينزل وزننا، رح يعلق الوزن بعدين، يصير في ثبات بالوزن لانه في مشاكل عندنا، حيصير عندنا مشاكل امراض ثانيه لنقص المصادر الغذائيه لانه ما في شخص بروفيشنال حاطه، لانه هي عباره عن اونلاين او عن قيل عن قال او فلان جربت شيء. بسبب هالمصادر الغذائيه ونقص مصادر الغذائيه اللي حنصير في تعطش بالجسم لمصادر ثانيه، لما نوقف الدايت نحن بعد ما ننحف رح نصير نكون في مجاعه لهذا المصدر من المصادر اللي نحن حارمين حالنا فيه، رح ناكل بكميه كبيره، حيصير في عندنا زياده وزن، ناهيك عن امراض او نقص بالفيتامينات والمعادن اللي نحن اصلا بدها تكون صابتنا بسبب النظام الغذائي الغير صحيح. فانا يتهموا دائما اخصائيين التغذيه بانه هن بيعطوا يمكن برامج فيها تطلبات كثيره، مو كل الناس قادره انه هي تجيب هالمتطلبات، يعني بما انه عم نحكي عن جد عن يوم الغذاء العالمي، ففي ناس فعلا بتعاني من الفقر، بتعاني من حاله ماديه متوسطه، ما بتستطيع
انه هي تجيب كل هالمواد الموجوده والمكتوبه ضمن ال ال فينا النظام الغذائي الصحي طبعا، يعني ما عم نقول نحن دايت. ففعلا كيف احنا فينا نتلافى هذا الموضوع؟ مشان هيك بقول لما رجعت لنفس الاول حديث، لما قلت لازم يكون في اخصائي تغذيه يعطيكم هذا النظام، في شيء نحن بنقعد مع المريض تقريبا 3/4 ساعة، فنحن بنعرف الشخص، ما شرط نحن نساله انت شو، بس نحن بنعرف الشخص كيف مادياته وكيف امكانياته، وعلى هالاساس بنحط لكل شخص نظام غذائي، ما شرط يكون عندنا هالفطور الغداء والعشاء كثير كل الانواع، بس بشيء معين بنفس الوقت يكون شيء صحي وهو بحاجه له، فنحن ما بنزيد هالمصادر الغذائيه او بنعمل مثلا والله طعون ولا هالقصص، بنعمل شيء بسيط خلال هالاسبوع اللي بيقدر هو على مادياته انه يمشي عليه، وبنفس الوقت ما ينقصه ولا مصدر غذائي. اليوم بدنا نشكرك على هالمعلومات اللي اعطيتينا اياها، واكيد سلطنا الضوء على اهميه الغذاء ويوم الغذاء العالمي اللي بيصادف بهذا التاريخ. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. يعطيكم العافيه، شكرا لكم. شكرا كثير لك ايفانا، شكرا.